أحد أكثر شرائح المجتمع التي عانت الأمرين طيلة فترة الحكومات المتعاقبة إنهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بمستحقاتهم في ظل أوضاع معيشية صعبة. أريد أنظر وضعيتي وأنظر حالتي ومعاناتي، بس أريد أوصل له. يعني ما خليت مسؤول بالعراق ما توصلت بي، ما حد يوصلنا إليه على المواصل، حتى على المواقع التواصل الاجتماعي ناشدت ما حد يوصلنا إليك. أقسم عليك بالحسين سيد الرئيس، بس أريد أشوفك، يعني احسبني واحد من اولادك. السيد السكرتير الشخصي فريق محمد توصلت به، استاذ حسنين الشيخ توصلت به، كلهم، بس اريد اوصل لك ما حد وصلني اليك. اقسم عليك بالحسين سيد الرئيس، بس اريد اطلب مقابلتك، احسبني واحد من اولادك. انا اشتغل بالولايه خالياتي، بس انا وامي واختي بالبيت، وبس اريد اوصل له. يعني انا حالتي تعبانه، انا مريض، مرض السكر بالدم عندي، انا معوق، انا بس اريد اوصل له. انا رجل معوق، انتم قبالكم تشوفون حالتي، انا بس اريد اوصل له ينظر لمعاناتي. بالنسبه لقاسم، قاسم رجل حالته تعبانه، رجل فقير مريض بداء السكر المرض المزمن، انسان تناشد هوايه، توسط يعني جماعه هوايه كلف اللي في سبيل يوصل لرئيس الوزراء ينظر في حالته تعبانه، والدته مريضه، اخته، هو والدته طبعا، هو للعلم هو واخته وامه كلهم قصيري قامه، والاجار كتله والاذيه والطلب زايد، لذلك من تمرض بالسكر وقع بعد ما يتحمل. رواتب الرعاية الاجتماعية لا تشمل أغلبهم، وليس لديهم شبر أرض في هذا البلد. البعض منهم اكتفى بالسكوت ليأملون بإيجاد حلول تنتشل إعاقتهم ليستشعروا طعم العيش لحياة حرة كريمة. واجهنا صعوبات عدة، وخاصة شريحة المعوقين بالعراق اللي هي شريحة ما يقارب تعدادها 4 ملايين معاق بالعراق. في محافظة كربلاء قد يصل العدد إلى 32,000 معاق. عجزنا عن الوقوف في أبواب المسؤولين للمطالبة بحقوقنا. أغلب المعاقين المسؤولين ما يستقبلون المعاقين، ما يستمعون لمعاناتهم ولحقوقهم، على الرغم من وجود قوانين واتفاقات دولية خاصة بالمعاقين. فلذلك احنا يعني من خلال قناتكم الموقرة ننقل هاي المعاناة للحكومة، والتقصير واضح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بعض تلك المشاريع الفاسدة لو خصصت مبالغها لإعالتهم وتذييل صعوباتهم تجاه وضع مهدم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. من كربلاء، جاسم الهميم، التغيير.